السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دوزياد. كثير منا كيوقع عليه واحد المشكل في لي زاباري فوتو اللي دابا كاينين في الاسواق اللي كيكون البيكسل ديالهم كبير، وملي كناخدو دي فوتو بهاد لي زاباري كيكون لاطاي ديال لا فوتو كبيرة، ديال كاليتي مزيانة كتشوف مي لاطاي كتكون كبيرة. فوقاش كيوقع المشكل هو الوقت اللي كنبغيو نرسلو لي فوتو ديالنا للاصدقاء. ملي كتكون صورتي شي واحد كيقول لك صيفط لي التصويره ديالي، لاطاي ديالها كتكون كبيره الوغ كتاخد وقت كبير. اليوم كاين واحد، جبت لكم واحد الحل اللي هو ميني فوتو. ميني فوتو كيمكنك من انك تغيدوي لاطاي ديال لا فوتو بالبورسنتاج، وبهذه الطريقه يمكن لك ترسلها بسهوله. هاد ميني فوتو كياخد كاع لي فوتو اللي كيكونوا كتكون دايرهم في ان دوسيي اللي كتختاره، و كتابليكي عليه تريدوي لا طاي ديال هاد لي فوتو، وكري لك ان نوفو دوسي فيه لي فوتو ريدوي بلا ما ياثر في لي فوتو الاصليه. الو غادي نشوفو كيفاش تيليشارجي من هاد لوليان. انا ديجا متيليشارجي، غادي نشوفو الانستالاسيون ديالو، نديرو سويفون انستالي فيرمي و نمشيو نابليكيو. هنا غنديرو باركوغيغ ونختارو الدوسي اللي بغينا، اللي دايرين فيه لي فوتو ديالنا اللي بغينا نديرو ليهم غدوة. انا خديت واحد لا فوتو اللي هي داتاي ديالها كتزاوج 2 ميجا اوكتي، هي هادي. و غادي ندير ليها ريدكسيون دو تاي ديال 50%. و كليكيو على جو. كيف كنشوفو هنايا كخيا واحد لو دوسي فيه البورسنتاج اللي كنت اختاريت، و غادي نشوفو الفرق ما بين الصورة الأولى و الصورة الثانية. بقى نفس لو نوم ديال لا فوتو، و الصباح سبحات لا طاي ديال لا فوتو 189 كيلو اوكتيف عوض 2 ميجا اوكتيف. نتمنى ان الشرح يكون فاتكم، وموعدنا في حلقة جديدة من دوزيه.